أخبار اليوم. شوفوا أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما أنا شايفكم قدامي كده، وأنا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. احنا انا بتكلم بمنتهى الجدية، ما تسمعوش كلام حد غيري. انا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحة غير بلدي، بلدي بس. ومش بس ليا مصلحة غيرها، وفاهم انا بقول ايه، فاهم انا بقول ايه. البرنامج اللي احنا عاملينه ده كان الهدف منه ان احنا اول مرة نعرف شبابنا قضية مصر الحقيقية من خلال برنامج مدته 8 شهور، بنكمل دراساته، بنكمل وعيه، بنكمل معرفته. لكن احنا النهاردة هنقطع مصر ولا ايه؟ انا مش هسمح بكده، خلي بالكم، خلي بالكو، انا مش هسمح بكده. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع، قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. انا بقول لكم كلكم، لكل مصري بيسمعني، انتوا فاكرين الحكاية ايه؟ انتوا عايزين انتوا مين؟ انتوا مين؟ لا، دول 90 مليون، وانا مسؤول قدام ربنا ان انا اقف قدامه يوم القيامة اقول له انا خليت بالي منهم. عايزين تخلوا بالكم منهم معايا اهلا، مش عايزين لو سمحتم اسكتوا.